السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة كويسة جدا. وصفتنا النهاردة هتبقى سهلة وبسيطة، وإن شاء الله هتبقى برضو موجودة في قلب بيتنا، يعني مش هنحتاج لأي حاجة بقى من بره ولا أعشاب ولا أي حاجة من الكلام ده. النهاردة يا بنات هنعمل وصفة كويسة جدا، وصفة مضمونة، وده من أحسن الوصفات اللي هي ممكن تجيب معاكي نتيجة كويسة جدا. أنا عارفة إن في ناس كتير بتعاني من منطقة الكرش وفي الجوانب خاصة والأرداف، تمام؟ ان شاء الله الوصفه اللي احنا هنعملها دي تشتغل على كل الكلام ده. طيب الناس اللي هتقول طب ينفع اخدها في رمضان امتى؟ ان شاء الله يا جماعه هقول لكم الوصفه دي هتنفع تاخدوها في رمضان كمشروب اساسي، ده باذن الله هتبقى قبل الفطار. طبعا احنا متعودين ان احنا بنفطر على عصاير الكلام ده كله والحاجات اللي هي غير صحيه، لا هقول لكم على المشروب دوت ده ان شاء الله هتاخديه هتجرح على صيامك هيبقى كويس جدا. هي كمان اول حاجه هقول لك عليها ان هو هيبقى مشروب صحي مفيد جدا لجسمك، طبعا هتبقي صايمه طول النهار ومحتاجه ان انت تشربي مشروب زي دوت، وفي كمان فوائد تانية كتير وخلاف كده وكده كمان هيحسسك بالشبع. طبعا احنا لما بنيجي ناكل ولا حاجه بتبقى طبعا صايمين طول النهار وكده، وبتبقى عندنا لفه على الاكل وكده، فالكوبايه ان شاء الله لو انت شربتيها هتسد معاك الشهيه بطريقه كويسه جدا، وبرده هتاكلي في نفس الوقت يعني بكميات قليله. خلاف كده وكده كمان الناس اللي هي ما بتحرقش او جسمها ما بيحرقش هنحط فيها مكون كويس جدا هيزود معاكم معدل الحرق. طيب في ناس بتقول طيب انا عندي مثلا الغده او عندي جسم ما بيحرقش، لا هقول لك على حاجه كويسه جدا هتخلي جسمك يحرق اكنه ماكينه حرق، تمام؟ يلا يا بنات نسمي الله ونحط لايك للفيديو، وصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وشجعوني كده عشان ان شاء الله يعني كل يوم باذن الله هنزل لكم وصفات جديده ان شاء الله اول مره يمكن هتشوفوها معايا، وباذن الله خاصه بقى ان رمضان جاي كل سنه وانتم طيبين، واحنا طبعا كلتنا محتاجين وصفات ان هي تنزل جسمنا تظبط جسمنا في مناسبات حاجات زي ديت، ان شاء الله هتلاقوا وصفات كتير جدا ان شاء الله هتعمل معاكم نتيجه ممتازه، تمام؟ طيب ان شاء الله كده يا جماعه هنشوف اول مكون معانا زي ما قلت لكم، ده طبعا اهوت شيل دي كده على جنب. فانا ان شاء الله هستخدم في الوصفه بتاعتي ايه؟ جزر رايب. طبعا الجزر متوفر في كل بيت، وزي ما قلت لكم الجزر صحي وكويس جدا، يعني حتى لو احنا خدناه كده على الفطار كمشروب لنا هيبقى ممتاز قوي، تمام؟ هنقشر الجزر بتاعنا بقى كده اهوت. تابعوا معايا الفيديو للاخر لان الفيديو يعني كويس جدا يا جماعه ومهم جدا هتستفيدوا منه كتير. اهم حاجه قبل ما نعرف الوصفه مكونه من ايه وايه هنعرف طريقه الاستخدام او الاستعمال علشان ايه تقدر ان انت تستخدمها صح وتجيب معاك النتيجة. في ممكن ناس تقول ايه طب انا عملت الوصفة وممكن انت ما كناش شفتها، يعني ممكن احنا نحط مكون انت ما شفتهوش معانا وتقولي ده ما جابش معايا نتيجة بالطريقة دي كده، تمام؟ هنبدأ بقى ان احنا نخرط الجزرات بتاعتنا كده اهوت. دي اول مكون معايا اللي هو الجزر. تاني حاجه بنات معايا في الوصفه بتاعتي طماطم، تمام؟ دي الطماطميه اهيت، بدل ما اعمله طبق سلطه هعمله كمشروب صحي كويس جدا. بعد كده زي ما انتم شايفين معايا نص خيارية اهي بالشكل ده كده. طبعا في لسه مكون تاني وده اهم مكون معايا، تمام؟ صدقوني يا بنات فعلا لو انت عملت الوصفة ديت فعلا والله تجيب معاكم نتيجة ممتازة ومش هتخليك ان انت تاكل كتير، وده طبعا هتبقى ايه حاجة صحية كويسة جدا. بص بقى انا معايا ايه، طبعا اللي ده طبعا معايا الزنجبيل متقشر اهوت، ده قطعه من الزنجبيل ودي اهم حاجه طبعا معايا في الوصفه بتاعت النهارده علشان الناس اللي هي جسمها ما بيحرقش بسهوله. تمام، يبقى انا كده خلصت الوصفه بتاعتي، لسه مكون بس اخير وده ان شاء الله هنحطه على الوصفه كده بعد ايه ونضرب ده في الخلاط.
طبعا هنزل عليهم بقى بكوبايتين ميه او على حسب رغبتك انت عايزه تخليها كوبايه، ماشي ما فيش مشكله اهو. تمام، هنضربهم كويس جدا في الخلاط ونرجع لكم تاني. وده كده يا جماعه اهوت بعد ما ضربناه في الخلاط زي ما انتم شايفين بقى عصير معاكم. تمام، طبعا في ناس مش حابه تصفيه ما تصفوش، ممكن انت تشوي كده. ده كده يا جماعه اهوت زي ما قلت لكم، حابين تصفوه ماشي، حابين تصفوه ماشي ما فيش مشكله، انتوا براحتك. تمام، كده يا جماعه الكوبايه بتاعتنا اهيت. طبعا لسه هنحط عليها مكون كمان علشان تزود معانا معدل الحرق. تمام، يبقى كده يا جماعه الكوبايه جهزت معايا اهيت زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طبعا انا لسه هحط عليها مكون، وده اهم مكون معايا اللي هو ايه بقى، ده عصير الليمون. تمام، انا معايا ليمون اهيت، هاخد كده على الكوبايه نص ليمونه، شيل بس البذر اللي فيها ده اهو اهي، وهنعصرها كده اهوت. بعد ما عصرنا الليمون هقلوه بقى بالشكل ده كده. في بنات طبعا هتقول طب انا مش هقدر اشربه وهو كده، انا عايزه يعني احط عليه سكر او احط عليه اي حاجه، هقدر اقولك حط عليه عسل ابيض. تمام، يعني عسل نحل طبيعي ممكن انت تحط عليه نص معلقه او معلقه على حسب راحتك انت، انما تحط سكر تحط اي حاجات تانية لا ممنوع. انا دلوقتي هحط عليها عسل اوت معاكم، يعني نص معلقه عسل كده صغيره اهي. وده يا جماعه الكوبايه بتاعتنا جاهزه دلوقتي، اقدر ان انا اشربها في اي وقت. تمام، زي ما قلت لك لو انت هتشربيها في الفطار ممكن انت تشربيها كده الكوبايه على الريق هتبقى كويسه جدا. لو انت تشربيها في الصيام يعني في رمضان كده ولا حاجه، ده اللي هيبقى المشروب بتاعنا اللي احنا ان شاء الله هنجرح على صيامنا، ده هيبقى كويس جدا، ده افضل حاجه ان انت ممكن تعمليها. طبعا احنا بنقول يا جماعه يعني كتروا من السلطات والخضروات في رمضان وكده، فده ان شاء الله المشروب دوت اكنك انت عملت سلطه بالظبط، ده هيبقى كويس جدا في رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، واتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.